أيها المسلمون عباد الله، في مطلع هذا الأسبوع الذي انصرم عقد مؤتمر دعي له نحو من 50 من قادة بلاد المسلمين وزعمائها، ما بين رئيس ورئيس وزراء وملك وأمير ونحو ذلك. وكان الداعي هو رئيس الولايات المتحدة، وكان الموضوع الذي تصدر قائمة ذلك المؤتمر مكافحة الإرهاب، تلك الكلمة التي مجتها الأسماع من كثرة ما لاكتها الأفواه، تلك الكلمة التي لم يحددوا لها معنى ولا ضابطا إلى يوم الناس هذا. الإرهاب الذي تداولوه في هذا المؤتمر قطعا ويقينا ما قصدوا به حرب الإبادة التي يتعرض لها إخواننا المسلمون في مينمار مثلا، أو ما يتعرض له إخواننا المسلمون في الشام في سوريا على يد طائفة نصيرية حاقدة كافرة تعينها الرافضة من كل مكان. وما قصدوا بالإرهاب ما يسلطه اليهود من حصار ظالم يعاونهم المنافقون من حكام العرب على إخواننا في غزة، ولا قصدوا بالإرهاب ما يتعرض له المسلمون هنا وهناك أبدا، وإنما سموا جماعات من المسلمين، من ذلك حماس، من ذلك الجهاد الإسلامي، تلك الجماعات التي تبذل الأرواح والأنفس في حرب عادلة دفاعا عن النفس، دفاعا عن المال، عن الأرض، عن الممتلكات. يصدق فيهم قول ربنا جل جلاله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء المسلمون الذين ما يريدون أن يستسلموا، بل يجاهدون بحثا عن كرامة مهدرة وحقوق مهضومة وأرض مسلوبة وأموال منهوبة، هؤلاء هم من صنفوهم إرهابيين. ونقول أيها المسلمون عباد الله، الإرهابي هو من يصنع تلك الأسلحة التي تهلك الحرث والنسل. الإرهابي هو الذي يحارب حربا بلا أخلاق، يعمد فيها إلى قتل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يتحاشى من شيخ كبير ولا امرأة عجوز ولا طفل وليد، بل يتخير البيوت والمزارع ومحطات المياه والكهرباء ويدمر البنية التحتية للبلد التي يريد أن يذل أحرارها وينتهب ثرواتها، كما فعل الصليبيون الأمريكان في العراق وأفغانستان وفي غيرها من بلاد الإسلام التي تنجست بأقدامهم وسلطت عليها حروبهم. الإرهابي هو الذي يقتل الناس بغير حساب. الإرهابي هو الذي يقول: من ليس معنا فهو ضدنا. هذه المواصفات تصدق أول ما تصدق على هذا الصليبي رئيس الولايات المتحدة وحلفائه ومن كانوا في ركبه ومن يدندنون بكلامه ومن يؤمنون على مضامين خطابه، هؤلاء هم الإرهابيون حقا. أما المسلمون فإنهم لا يعرفون إلا إرهابا واحدا ما يرهبون به عدو الله وعدوه. من جاء يريد أن يعتدي عليهم، أن ينتهب أموالهم أو ينتهك أعراضهم أو يتعرض لدينهم، هذا الذي يرهب، هذا الذي يخوف. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أيها المسلمون عباد الله، دين الإسلام هو دين إحقاق الحق، دين إبطال الباطل، دين القوة، دين العزة. فلا يروعنكم ما تسمعون ولا يهونكم كثرة ما يكتب وكثرة ما يزاع، فإن الحق يبقى حقا وإن طال الزمان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تبقى حقائق الدين ناصعة وإن قل المتكلمون بها، ويبقى الجهاد جهادا وإن ندر الممارسون له. أما هذه الدندنة وهذه الشنشنة فهي التي مارسها كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتهموه هو وأصحابه رضوان الله عليهم بأنهم قد استحلوا الشهر الحرام. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذا الذي حصل من قتال في الشهر الحرام كبيرة من كبائر الذنوب، لكن في مقابل هذه الكبيرة فإن المشركين قد ارتكبوا كبائر أربعة: وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وكما قال الصحابي جوابا عليهم: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه، لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به، والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. المشركون بالأمس وباليوم يستغلون أحداثا تحصل هنا وهناك، الله أعلم من وراءها، الله أعلم من دبرها، من صنعها من أجل أن يقال بأن المسلمين هم الإرهابيون. لا والله، لا والله، هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام صناعة يهودية صليبية بامتياز، يريدون بها أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يبقى الجهاد جهادا أيها المسلمون عباد الله، لأن المسلم الذي يقرأ في هذه الأيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هو الذي يقرأ في السورة نفسها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.